معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من القدس المحتلة الخبير في شؤون القدس دكتور جمال عمر. مرحبا بك يا دكتور جمال. حياكم الله، مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. حياك الله. هناك انباء عن مقتل الشاب وإصابة العشرات برصاص الاحتلال كانوا مشاركين في فعالية جمعة كسر الحصار في غزة. كيف ترى دكتور جمال تزايد الانتهاكات الصهيونية تجاه المتظاهرين السلميين؟ نعم، هذا يعني الذي نشاهده ليس مستغربا على قوات الاحتلال ولا على عصابات الاحتلال التي نشأ عليها هذا الاحتلال. فقد اقترفت العصابات الإرهابية الصهيونية 178 مجزرة كبرى بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وكانت معظم هذه المجازر في ساعات الفجر الأولى، وها هي تستمر حتى يومنا الحالي بشكل فردي أو في الأعياد، عندما شاهدتم كيف أعدم الاحتلال أحد الشباب الصبية الفتية في باب العمود في القدس. إذا نحن أمام يعني وجه مكشوف الآن، وسائل الإعلام اليوم حديثة وتنقل أول بأول جرائم الاحتلال، وهذا يليق بالعقل والطريقة التي يفكر بها الاحتلال، وهي أن الفلسطيني يعني يجب أن يكون ميتا، ولا نريده ميتا أو حيا، بل نلاحقه حتى في القبر ونخرجه من قبره ونزيل المقابر من الوجود. فماذا بعد إذن؟ هذه هي الديمقراطية، هذه هي الدولة التي نشأت بالمساعدات الغربية. عليهم أن يخجلوا على أنفسهم عندما يشاهدوا هذه الجرائم وهذا القتل وهذه الدماء التي تسيل على أرض فلسطين. نعم، يعني وسط هذا القمع الصهيوني أثيرت قضية الخان الأحمر مرة أخرى بعد أن قررت المحكمة تنفيذ قرار الهدم. كيف ترى تعامل قضاء الاحتلال الصهيوني مع هذه القضية بعد أن أوقفت الهدم في السابق، وهل ترى أن قرارها مسيس؟ نعم، هذا التدرج والأسلوب الخادع الذي تستخدمه أذرع الاحتلال، سواء كانت العسكرية منها أو التشريعية في الكنيسة الصهيوني أو القيادة السياسية، هي ذات الخداع الذي تستخدمه ذراع آخر للاحتلال وهو ذراع القضائي، هذا القضاء المسيس، إنما يتلاعب ويستخدم أيضا أسلوب عسكري في إرسال رسائل لوسائل الإعلام من أنه قضاء عالي ومحكمة عدل عليا وأن بوسعها أن تؤجل وتمنع الهدم، ثم أنه نتيجة يعني ظهور يعني أدلة جديدة ودلائل جديدة فنعم يتم الهدم. والآن قضية القدس وقضية الأقصى ينظر بها أيضا أمام ذات المحكمة، فتخيلوا معي أن الحاكم والجلاد هو ذاته وهو نفسه الذي يعرض القضية الصهيوني على محكمة صهيونية، والمحكمة الصهيونية تصدر القرار لينفذه الصهاينة، يعني هم حاكم وهم جلاد، إنما الفلسطينيون المظلومون مفعول به، لا دخل لهم لا في الشكوى ولا في النتيجة، إنما عليهم أن يغادروا الخان الأحمر وعليهم أن يغادروا الأقصى ويسلموا مفاتيح مصر نبي الله عليه الصلاة والسلام لهذه المجاميع من الصهاينة التي تم تجميعها من كل أصقاع الدنيا. نعم. الأمم المتحدة تدخلت في أزمة الخان الأحمر وأقرت بأن هدم ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين في القدس المحتلة متواصل في الضفة والقدس، ولكن ماذا ينتظر من هذه المنظمة الدولية بعد إقرارها بهذه الانتهاكات؟ نعم، هذه المنظمة التي لطالما أشبعتنا بقراراتها وحفظناها عن ظهر غيب من 242 إلى 180 194 625، وهلما جرى يعني آلاف بل يعني مجلدات من القرارات التي فرح بها العرب كثيرا يعني وأصبحت على أدراج الأمم المتحدة، وعادوا يعني سعداء من أنهم استصدروا قرارات من مجلس الأمن الدولي، من المحكمة يعني محكمة العدل الدولية، استصدروا قرارات من جمعية عامة الأمم المتحدة، استصدروا قرارات من اليونسكو بأن حاضر براق للمسلمين وحدهم وأن الأقصى للمسلمين وحدهم. كل هذه القرارات التي فرح بها العرب لا قيمة لها أمام البندقية الصهيونية والمدفع الصهيوني والبلدوزر الصهيوني، هو الذي يفعل على الأرض، وهم الذين يطبقون المقولة العربية القديمة السيف أصدق أنبان من الكتب في حده الحد بين القرارات من 242 إلى 181، كلها طارت وانتهت ولا قيمة لها. المهم من يفعل في الميدان يا سيدي، وهذه الحقيقة المريرة جدا، الصهاينة بيدهم القوة، والصهاينة اليوم
يسرحون ويمرحون في يعني في الحديقة الخلفية للوطن العربي، وفي أيضا الدفاع العربي المشترك، وفي الأمن القومي العربي. اليوم الأعراب يحجون إلى تل أبيب يا سيدي، هذه حقيقة مريرة جدا. هل تعتقد إذن دكتور جمال أن تسارع وتيرة الانتهاكات سواء على البشري أو الأراضي تأتي في سياق صفقة القرن التي أقر صائب عراقات بتنفيذ 70% من هذه الصفقة؟ قبل 25 عام تقريبا أتحفنا السيد الرئيس، لم يكن رئيسا وقتها الأخ أبو مازن، مع يوسي بيلين في يعني تعرفونها الوثيقة المعروفة، ثم التي ولد منها مباشرة كما تعرفون اتفاقية أوسلو. اتفاقية أوسلو مهدت الطريق لما نعيشه اليوم من صفقة القرن، يعني خطوة وراء خطوة وراء خطوة، ونحن ننزلق من القمة إلى الهاوية. وتم تجميع منظمة التحرير من الشتات ووضعها في بيت الطاعة في الإقامة الجبرية، وهي الآن دخلت مرحلة الإنعاش يا سيدي. وبالتالي أمام هذا الواقع تجرأ الأعراب، وليس العرب، العرب أشراف الحقيقة، إنما بعض الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا يا سيدي، تجرأوا ليس على القضية الفلسطينية فحسب، بل على الأمن القومي العربي وعلى مصرع نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي نشاهده، وأنتم تعرفون التفاصيل. وبالتالي نعم، هذه صفقة القرن، ها نحن نشعر بمرارتها، ونشعر أن هذا هولاك العصر اللي اسمه دونالد ترامب دفع العرب الجزية، أو دفع الأعراب الجزية مرة أخرى لتصحيح الكلام. وها هو هذا الرجل يدعم الكيان الصهيوني بلا حدود، بالمال وبالتشريع وبالشرعنة وبكل وبالضغط على الأنظمة العربية علنا وسرا أيضا. وماذا يعني إقرار عراقات بصفقة القرن وتنفيذها، وكيف ترى الموقف الشعبي من هذه التصريحات؟ نعم، يعني الشعب الفلسطيني يعني في حقيقة الأمر مسيس من رأسه حتى قدمه، ويدرك تماما أن ما ينبث عن على لسان الأخ صابع رقات هو قليل من كثير جدا، فلديه الأسرار كاملة كبير المفاوضين الفلسطينيين، وهو يعلم يقينا أنه جزء من صفقة القرن، وأن اتفاقية أوسلو التي جلبوها جلبت النكبة الثالثة على الشعب الفلسطيني، النكبتين الأولى والثانية 48 و67 كانت بصناعة الجيوش العربية، إنما هذه النكبة الثالثة وهي أشدها وطأة وكارثية هي صناعة فلسطينية بامتياز. وهذه يعني كانت خدعة قادها فريق أوسلو في أوسلو بالنرويج من وراء حيدر عبد الشافي الذي كان يفاوض بصلابة في أمريكا، لكن هذا الذي حصل، وصابع رقات يعترف بجزء من الحقيقة، والحقيقة مريرة جدا، وعليه أن يعترف بها كاملة، وعليه أن يقدم نفسه وسائر أفراد اتفاقية أوسلو للمحاكمة. هؤلاء خانوا القضية الفلسطينية، وعليهم أن يتحملوا وحدهم المسؤولية، وعليهم أن يعترفوا للشعب الفلسطيني ويخرجوا من السياسة خروجا آمنا باعترافهم بالفشل الذريع، وأنهم قد فتحوا ثغرة في يعني في الصمود الفلسطيني، وأنهم جعلوا من القوات الأمنية الفلسطينية حرس على المستوطنين، وهم يحرسون المستوطنين يعني جهارا ونهارا وعلنا. بقي من أوسلو فقط التنسيق الأمني يا سيدي، ولم يبقى منها أي شيء آخر، هذا هو الشيء الوحيد المقدس من أوسلو، أما المسجد الأقصى فلم يعد مقدسا لدى أوسلو. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من القدس المحتلة، الخبير في شؤون القدس دكتور جمال عمرو.